النور. مساء الخير مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية، وحنا في الطريق إلى مدينة خريبكة من الفقي بن صالح لمدينة خريبكة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مشاهدينا. بغيت نشوف شكون اللي باقي سهران معنا ونديروا دردشة، شنو هي أهم حاجة توحشتي ديرها في زمن كورونا. مرحبا بخوتي، يلا تبارك الله تبارك الله، سهرانين معنا خدنا وعائلتنا الثانية حمزة. تحية طيبة تحية طيبة، شكرا لكم. سيمو سلام، سامية سلام، نجوى مالكم تاني، ما كاين غير الخير اختي. الطريق سلام علينا ولكل مستعبين للطريق، راجعين من مدينة الفقي بن صالح وغاديين لخريبكة. سلام سلام عليكم كلكم خوتي كاع اللي كيسلموا علينا، شكرا لكم الله يحفظكم، نتمنى تكونوا بألف ألف خير يا رب. خدام سي ديلا ما فهمتش، مبرش هشام، هشام خويا عاود التعليق ديالك راه ما فهمتش، ما عرفتش نقراه اختي. ديني معاك الاخرين كاع حمزه فين كاع حمزه في فقي بن صالح ولا؟ المهم دابا حنا خرجنا من فقي بن صالح، الا كنتي مازال في الطريق مرحبا بك، كنتي في ولاد عزوز ندوزو عندك. توحشت نمشي للبحر، الناس توحشوا يمشيو للبحر. انا اسامه من بنقرير، كي دايرين بخير اسامه؟ اهلا وسهلا خويا، وتحيه لك وتحيه للناس بنقرير. مساء النور خوتي، اهم حاجه انني نخرج بدون كمامه. خديجه كتقول امتى تخرج بلا كمامه؟ طلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء يا رب، فعلا توحشنا نعيش الحياه الطبيعيه، فاحنا الان كنعيش الحياه شبه طبيعيه. طريق السلامة حميد، شكرا خويا، طريق السلامة لينا ولكل مستعملي الطريق يا رب. سلمى سلمى ودادية كتقول لي انت واش سوقك فين؟ ما عندك ما يدار، اشنو بنادم كتموت وانت داير هاد اللايف ديال والو؟ سلمى الا كنت كتحس هنا كنهضر غير مع العائلة، حيت انا عندي خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه اللي كنتوحشهم وكيتوحشوني، وكنبغيو نديرو دردشه مره مره، كنبغيو نديرو دردشه ونسولو في بعضياتنا وندردشو مع بعضياتنا. فسلمى اختي الى كتحسي بان هذا المباشر ما عنده حتى شي فائده بالنسبه لك، يمكن لك تنسحبي يا سلمى. هذه هنا كاينه مجموعه غير العائله اللي حسات براسها عائله معنا، فمرحبا. توحشت نمشي نشوف اميمتي، يا الله مسكينه، شكون شكون يبقى الامل حبيبتي. نتمنى ان شاء الله يجمع الشمل، تشوفي امك وتشوفيها بالف الف خير يا رب، وتكوني انت بالف خير. توحشت نشوف الميمه ام يحيى، الله يجمع الشمل خوتي، الله يجمع شملكم مع احبابكم. واش راكم نتوما في الغربه؟ يعني اكيد راكم في الغربه مادام توحشتوا تشوفوا المهمة، الله يجيبكم بخير وعلى خير المهمة ديالكم وتلقاوها بخير وعلى خير يا رب. الله يجمع شمل كل واحد مغرب على مهمته ولا على احبابه ولا على بلاده يا رب. طريق السلامة اختي نادية، ام يحيى الله يحفظك، ام يحيى طريق السلامة لينا ولكل مستعملي الطريق يا رب يا رب. سلام اختي العزيزة طريق السلامة، عمر عمر الله يحفظك اخويا عمر اللي خدكم علينا. طريق السلامة اختي نادية، صغير بشوية عليك الله يحفظكم، ماشي انا اللي كنسوق. وربما شحال باش كتمشي اخويا؟ 80 راه غادي ب 80، الله يحفظكم. ديما تخافوا علينا وديما تسولوا علينا وديما كنتمناو لنا الخير كما كنتمناوه ليكم حتى نتوما، الله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر يا رب. شويه عليك الله يحفظك حميد، شتي ها السائق واش تينا راه غير تمشيت كيلاحظوك تتزرب شويه ولا راه تيخافوا عليا؟ الله يحفظكم يا رب. اللي ما عندوش وريقاته الله كنعتذروا خوتي، معاك كما عرفتوا دابا حنايا في الطريق برا مره راه تتمشي كونيكسيون، نتمنى تبقى معنا مزيانه. بغيت ندردش شويه مع الحباب. طريق السلامه شكرا البشير، شويه عليك فاطمه الله يحفظك اختي. طريق السلامه اختي ناديه وسلامي الحار للزوج وسلامي الحار للوالدة المرافقة لك، شكرا لك عبد الله يحفظك ليلة خطيك.
طريق السلامة، بغيت نسافر وأنا حر. محمد تنحسوا بروسنا فعلا مقيدين، الكمامة، الالتزام بالتباعد، باغي تسلم ما يمكنش، باغي تعنق ما يمكنش، باغي تجمع ما يمكنش، باغي تعرض ما يمكنش، فعلا تقيدت الحرية ديالنا، فعلا كنعيشوا حياة غير طبيعية خوتي. ولكن نطلب الله سبحانه وتعالى يفاجئ علينا، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. نشوف ماما واخواتي فاطمة الزهراء الله يحفظ، مساكن خوتنا كاينين اللي توحشوا الام ديالهم، توحشوا وليداتهم، توحشوا بلادهم. يا رب يا رب يا رب عجل، يا رب ارفع علينا هذا الوباء يا رب. اختينا ديال الله العظيم راكي عزيزه وغاليه فاطمه، الم الله يحفظك اختي، تنتوما عزاز. والدليل كما قلت خوتي وكما كنقول دائما، ان ملي تشوفوني دايره دردشه فتوحشتكم، بعيدا يعني عن كورونا وبعيدا عن المشاكل وبعيدا عن يعني دردشة مع الحباب ومع الأخوة. الله يحفظك محبة الرحمن، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظكم من كل أذى ومن كل شر. شوية أختي نادية جواد، شكرا خويا جواد. فوالله مني كتقولوا لي بشوية تنشوف بشحال باش غادي، دابا غادي بسبعين. حنان ما كاني تزوجتي ولا باقي؟ حبيبتي حنان، ربما ما تحتيش في شي لايف اللي كنكون يعني هضرت على يعني حياتي الشخصيه. اختكم ناديه راه مزوجه وعندها جوج ديال البنيات، الله يفرح البنات كاملين ان شاء الله. اللي ما مزوجاش الله يزوجها، اللي ما مزوجش الله يزوجه، الله يلاقيكم بولاد الناس والله يلاقيكم ببنات الناس ان شاء الله يا رب. سينا ديا ما يهمكش الناس، قليلة الأدب ونقصين التربية. خديجة سناجي لي خطيك خديجة اختي، فما كان بغيش نقول له ما كاي تنقول يعني فاش نديره مباشر، وكيدخل واحد يقول لك كنكونوا دايرين دردشة عليك، واش ما ستي ما ديري، واش ما عندك ما يدار، ومسالي يا راسك ولا ما كيفهموش هما بأن احنا الحمد لله عندي متتبعين اللي كيحبوا ناديا وناديا تتحبهم، اللي كنبغي نسول فيهم ويسولوا فيا، اللي كنبغي ندير معاهم دردشه. فاللي كيحس براسو يعني المباشر ما عجبوش، راه غير ملزم انه يتبعوا معنا، يمشي يشوف زملاء الاخرين، يشوف شي موضوع اللي يناسبه ويتفرج لي. يعني اللي شاف هذا المباشر اللي دايرين مع الحباب ما عجبوش، يشوف الزملاء الاخرين غادي يلقى عاود شي موضوع يقدر يعجبه، وممكن عاود مره اخرى ندير شي موضوع اخر يعجبه ويدخل يتبعوا معنا. طريق السلامة اختي نادية، عبدو خويا راك سهران اخويا عبدو. طريق السلامة اختي نادية وسلامي الحار، قريتها اخويا للزوج جمال وسلا. لا لا خطيك، لا لا خطيك عبدو، الله يخلي لك وليداتك اختي نادية. حمزة امين خويا حمزة، والله يفرحكم كل ما كتمنوا في خاطركم. أسامة راه محسدين هادو كاع ما تديها فيهم، الله يحفظك أخويا أسامة، مرحبا بكم نتوما خوتي وحبابي وكاع اللي كيحبونا وكنحبوهم. حنا كنديرو دردشة، فكما عرفتوا اليوم وتبعتوا معنا أختكم نادية أو قناة شوف تي في حطت الرحال بالبرادية، من البرادية مشينا لسيدي عيسى بن علي، سيدي عيسى بن علي، من سيدي عيسى بن علي جينا الفقي بن صالح، من الفقي بن صالح مشينا النواحي الفقي بن صالح ولاد زيان، وحنا راجعين لخرين بقى. وشكرا بعدا لكم، الله يحفظكم خوتي. كنتوا حاضرين معايا في المباشر، بارطاجيتو دعيتو، اكيد غادي يكونوا الناس اللي غادي يعاونوا حتى ماديا في الحالات اللي كانت محتاجه المساعده، فربي يحفظكم. سلام طريق الله يخليكم، تحيه ليك اختي بس نرجع، الله يخليكم كلكم، دعوا معايا ناخذ حقي كاع اللي داخلين. كريمه اميره كتقول خوتي، لان عرفتي فين دخلت كريمه، دخلت لعند العائله الكبيره، الناس الجد والكرم، الناس اللي قلبهم بيض، قالت لهم كريمه الله يخليكم دعوا معايا ناخذ حقي كاع اللي داخلين، يعني كاع خوتنا وحبابنا اللي راهم معنا دابا في هذا المباشر. فكريمه اميره كطلبكم دعيوا معاها باش تاخذ حقها. غادي نقولوا كريمه اختي الله يعاونك ويسهل عليك
ويحقق لك كل ما كتمني. انتي اللي عارفه اشنو بغيتي، حنا غادي نقولوا لك الله يحقق لك كل ما كتمني والله يعطيك كل ما كتمني يا رب. محبه الرحمن كديري الله كيعجبني ديالك ليلى خطيك اختي، وشكرا لكم الله يحفظكم ليا فوجوه الخير، وانتم اللي كتخليونا اننا راه النهار كامل خدامين من اللي نضنا الصباح وحنا خدامين حتى لدابا، ولكن وكاين العيا وفينا النعاس هذا، ولكن بغينا نديروا دردشه بحال كنحسوا بالراحه وبحال كنساو ثاني عاود التعب وكل شيء، فاش كندردشوا شويه معاكم ونقراو التعاليق ديالكم اللي كتعطيونا وكنستمدوا منكم الشحنه الايجابيه الله يحفظكم من الكلام الطيب ديالكم، والله كتعطيونا قوه وكتعطيونا شحنه ايجابيه باش نساو التعب ديال النهار كامل. يعني الحمد لله كنلمسوا واحد الحب متبادل، واحد الاحترام متبادل في هذه العائله ما شاء الله، ربي يحفظكم لينا. اختي ناديه بغيت الرقم الهاتف ديالك، الله يجازيك بخير فاطمه الما. فاطمه اختي غادي نحاول ملي نسالي ندخل عندك الخاص، الا كان لان شحال واحد كنقولوا ندخل عندك الخاص ونعطيك رقم الهاتف، ولكن كيكون هو داير داك باش ما كندخلوش لعندو الخاص. الا كانت الامكانيه باش ندخل عندك الخاص راه غادي ندخل وغادي نعطيك رقم الهاتف ديالي اختي، وإلا ما لقيتش ما كنتيش دايره باش غندخل عندك الماسنجر حاولي تدخلي للصفحه تاخدي رقم الهاتف ديال الاداره تواصلي معاهم وعطيهم رقم الهاتف ديالك، هما غادي يحولوا لي الموضوع ديالك وانا نتصل بك. صافي ناديه الحمد لله. عبد الخالق الله يحفظك خويا، الحمد لله ملي نشوفكم بخير ونشوفكم مرتاحين وداخلين معنا في المباشر وكدردشوا معنا فانا بخير وعلى خير الحمد لله. مرحبا حبيبه الخاص ديالي مفتوح، مرحبا اختي. غندخل نسالي مباشر غنخليك رقم الهاتف. فين غاديه؟ فين خويا يوسف؟ غاديه الخريبقه. جينا من الفقيه بن صالح والنواحي وحنا راجعين المدينه خريبقه. محبه الرحمن الله يحفظك، الله يحفظ ليك وليداتك، وكيعجبني صوتك الرائع. شكرا شكرا محبه الرحمن، امين. الله يحفظ لي بنياتي ويحفظ لكم وليداتكم ويعطيكم كل ما كتمنوا، وكما قلت لي البنات اللي مازال ما مزوجاتش الله يفرحكم داكشي اللي كتمنوا في خاطركم، وخوتي اللي ما مزوجينش الله يزوجكم ويلاقكم مع محسن منكم ومع بنات الناس اللي تكملوا معاهم الحياه ديالكم يا رب بسعادة. حمزة ال قالك تيعاير بكاع الطاقم تشوف تي في او كل، ما نقدرش نقرا التعليق ديالك ولكن راني شفته قريته. غادي نقولك حمزة الله يهديك ولدي، اكيد غادي تكون باقي صغير، اما الا كنتي بعقلك ما غاديش تقول هذه الكلمه الخايبه اللي كتبتي. نقول له ولدي حمزه الله يهديك. الله ما شاء الله تبارك الله عليك، كتعجبيني اختي ناديه الحمد لله. ام ريهان الله يحفظكم لي يا اخوتي، الله يحفظكم لي يا خواتاتي، الله يحفظكم لي عائلتي الثانيه. الحمد لله الحمد لله، كاين الحب وكاين الاحترام ما شاء الله. طريق السلامه عبد الخالق، طريق السلامه يا ربي يا ربي لينا ولكل مستعملي الطريق. توحشت نهار الجمعة، الزروالي تيقول توحشت نهار الجمعة، فعلا توحشنا. كتوصل كيوصل يوم الجمعة تيحز في النفس ديالنا أننا نشوفو المسجد سد في وقت الخطبة، يعني في وقت الخطبة لأن ممنوع يعني باش يتفتح المسجد حتى صلاة الظهر، يعني ما كتكونش يوم الجمعة تيكون المساجد سادين. فهذا موضوع ومازال غادي نفتحوا النقاش ونقولوا شكون اللي توحش وشنو كتمناو، ونوجهوا رسالة. بغينا المساجد تفتح، بغينا صلاة الجمعة وخطبة يوم الجمعة، ونديروا جميع الاحتياطات، نديروا جميع التدابير الاحتياطية
احترازية كما كيمشي ويصلي والعصر والظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني صلوات الخمس في المسجد، وكيديروا الاحتياطات ديالهم. ممكن حتى تلك الاحتياطات تدار في يوم الجمعة إن شاء الله. غير هي حاجة واحدة، واش نتوما خوتي المواطنين تقدروا تحملوا هذه المسؤولية، يتفتحوا المساجد يوم الجمعة وتحملوا المسؤولية وديروا الاحتياطات، وما يكونش الازدحام، وتخليوا التباعد وديروا التعقيم. نتمنى ونتمنى إن شاء الله. توحشت السفر الطويل خوتي، والله إلا توحشوا السفر. السفر الطويل فين بغيتي تمشي خويا شكرون؟ فين بغيتي تمشي؟ بغيتي شي سفر طويل فين فين؟ يا رب ترفع عنا هذا الوباء، يا رب محبة الرحمن، نطلب الله سبحانه وتعالى يا رب. نادية العزيزة، نحبك. أنا مريم من الجزائر، طريق السلامة حبيبتي أم عبد الله. الحمد لله معنا أخوتنا الجزائريين اللي ديما تنقولوا لهم خاوة خاوة تلموت، نحبكم ونموت عليكم. ربي يحفظكم من كل أذى ومن كل شر أخوتنا الجزائريين اللي حتى انتم ديما حاضرين معنا متابعين معنا. وما ننساش أنني نشكركم أخوتنا الجزائريين، خصكم تعرفوا أخوتنا الجزائريين والله إلا كيتعاونوا مع الحالات الاجتماعية وكيصيفطوا لهم، وراني متبعه وكنشوف وشحال من واحد تعاونوا معاه خوتنا الجزائريين في حالات اجتماعيه كيصيفطوا لهم مساعده. هنا بين الاخوه وبين الاسلام، الله يحفظكم لينا على خطيكم. عبد الله زهراوي، طريق السلامه، يا شكرا شكرا شكرا، الله يحفظكم. تحية كبيرة أختي نادية، أم يحيى شكرا، تحية متبادلة لكم متتبعي قناة شوف تيفي. تحياتي لك أختي العزيزة أنتي وأخي حميد العقاوي سيمو بوينو، شكرا لك. ونيابة على سي حميد عقاوي كنبادلك التحية أخي، جي عندي عندنا العيون، العيون يا العيون، شكون كره يجي؟ ولكن أختكم نادية عندها جهة خنيفرة أبني ملال، إن شاء الله نجيوها في شي كونجي بإذن الله. كتقراي فاتني التعليق، كتقراي غير اللي بغيتي حشومه عليك. عبد الاله والله اخويا ما كنقرا ولا زعما كنختارش التعاليق، اقسم بالله ما كنختار التعاليق. عيني التعليق اللي طاحت عليه عيني كنقراه، مع دابا كيبقاو يطلعوا بالزربه، غير اللي طاحت عليه عيني كنقراه، والدليل على ذلك غادي تلمسوا حتى اللي كيعايرني كنقرا. صافي طاحت عيني على داك المعيور، طاحت عيني على داك المعيور ما غنفوتوش. طاحت عيني على كلمه زوينه كنقراها، طاحت عيني على كلمه خايبه كنقراها. هذا هو الدليل على انني ما كنختارش، لو انني كنت كنختار ما نختارش، بعدا نبقى نتفادى دوك التعاليق الخايبين. كنقرا كل شيء، غير اللي ما قريتش التعليق ديالو يسمح لي وما يعتبرنيش راني كنختار، وكذلك يعاود يعاود باش على الله يعاود يطلع لي ونقراه. توحشت يكون عندي راجل يحميني من هذا المجتمع المنحرف. يلا 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 ندعوا معها، شكون؟ فاطمة الماء، يا رب يا رب يا رب دير عليها حجاب الستر، يا رب سهل لها شي راجل اللي يكون بمعنى الكلمة راجل يحميها ويخاف عليها وتكمل معها الحياة وتبني معها المستقبل. يا رب فاطمة اختي الله يفرحك باللي بغيتي في خاطرك، وكذلك كاع خواتاتنا وخوتنا يا رب. ما رأيك أختي في صعود الماس؟ هنيئا لهم وكنتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله يا رب، وكذلك مبروك للرجاء الرياضي، وكذلك بالنسبة للوسيكا كنقولوا لهم لوسيكا وبني ملال اللي نزلوا القسم قسم المظالم، تنقولوا لهم الله يعوضكم خير، ولكن ماشي نهاية العالم، ربما بداية الإصلاح. بما أنكم نزلتوا فريق فرق كبيرة ونزلتوا القسم المظالم أو القسم الثاني، فكتبقوا فريق كبير فرق كبيرة وماشي نهاية العالم، ربما بداية الإصلاح إن شاء الله.
ان شاء الله بما انكم نزلتوا الا انه كاين خلل فصلحوا الخلل وان شاء الله نشوفكم كبار. فاطمه انا ما قلت لك امين حبيبتي، اللي يخاف الله فعلا، اللي يخاف الله غادي يخاف عليك، اللي يخاف الله غادي يحافظ عليك، اللي يخاف الله غادي يسعدك فعلا. كلمه زوينه قلتيها لي فاطمه، وفعلا اختاريتي بغيتي الرجل اللي يخاف الله. الا خاف الله فهي السعاده مضمونه باذن الله. مبروك للرجاء، مبروك للرجاء، اكيد كنباركوا ليهم وكنتمنوا التوفيق لكل الفرق المغربيه. ام زينب قالت لك ها الراجل جا، يا رب يا رب، بغينا نفرحوا علاش لا. الا كان الراجل موجود هنايا في المباشر فان شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى يسخروا لفاطمه، فهي تتبغي بغات راجل يخاف الله. الا كان معنا راجل اعزب باغي يتزوج وكيخاف الله، الله يجمع شملهم في كل ما فيه خير. قول لفاطمه واش تزوجي بيا، راه ربي الا كتبكم لبعضياتكم راه ما فيها شك. ديما الرجاء اختي ناديه، العروسي محمد مبروك عليكم، يعني العروسي مشجع رجاوي، مبروك عليك اخي. سيمو رد علاش ما تباتيش تما حتى الصباح، طريق السلامه اختي وبنياتي نخليهم بوحدهم، ما يمكنش نخدم ونضلوا النهار نجري ولكن نروحوا لبنياتنا. شحال في الساعة دابا؟ بلاتي نشوف دابا. دابا عندي انا الوحدة وثلاثة دقائق، عندك تما؟ انا عندي الوحدة، نقولوا الوحدة. عبدو ليست الصحابة الا وليدة البيئة وصورة العصر ومرآة تنعكس على صفحتها بأدوات المجتمع ونزواته، وأنت يا أختي نادية تلك المرآة التي يريدها المجتمع النقي، لأنك صاحبة القلب الكبير وتعطي لكل مشكل حل، وأنت الحل أختي. يا سلام عبدو، يا سلام يا سلام، شكرا لك عبدو على هذا الكلام الطيب، على هذا الكلام اللي فعلا هو شحنة إيجابية. والله شكرا عبد الله، يحفظك خويا ويحفظ كل متتبعي قناه شوف تي في، والحمد لله الله يجعلنا سبب خير والله يوفقنا في كل ما فيه خير يا رب. العشيري محمد قال لي ناديه وليتي عدول، اخويا الا كانت شي حاجه فيها الخير علاش لا نجريو فيها ونديروا الدعاء. والله يجعلنا سبب خير، سمعتي اش قلت؟ الله يجعلنا سبب خير، نزوجوا ونجريوا في الخير ونصالحوا ونساعدوا المحتاج ونوكلوا الجيعان ونكونوا سبب خير. يا ربي سخرنا نكونوا من الناس اللي كيسخرهم الله للعباد ديالو يا رب. المهم في كل ما فيه خير دائما. فين وصلتوا؟ يمكن هذه قربنا الخريبكه. حنا دابا مشاهدي قناه شوف تي في ما بقاش بزاف باش غنمشيو باش نوصلوا خريبكه. حنا دابا وقفنا عند درك الملكي، تحيه اليوم تحيه لكم، الله يكمل سيرفيسكم بخير وعلى خير. كنا خويا في الفقي بن صالح والنواحي البراديه، الله يحفظكم الله يكمل سيرفيسكم بخير. نساكن واقفين كنتمنوا ربي سبحانه وتعالى يعاونكم ويوفقكم. كنا مشاهدي قناه شوف تي في وقفونا رجال الدرك الملكي مشكورين، والله يعاونهم والله يكمل سيرفيسهم بخير وعلى خير.
تاكدوا شكون حنايا وتاكدوا اكيد من الاوراق. وقفوا مساكن بالليل وبالنهار، الله يكون في العون، الله يحفظهم يا رب، الله يحفظهم. فدائما تنقولها وتنعاودها اخوتي، ترفع قبعة التقدير والاحترام لكل مسؤول تعطت ليه المسؤولية وكيقوم بها. فكما شفتوا معنا رجال الأمن ديما واقفين، الدرك الملكي، رجال الأمن الوطني، القوات المساعدة، السلطة المحلية، السلطة الإقليمية، خصوصا في الأطقم الطبية، يعني رجال عمال النظافة، سبحان الله. عرفتي في هذا في زمن كورونا مجندين تبارك الله، مجندين. تحية لهم وتحية كبيرة، الله يكمل سيرفيسهم بخير وعلى خير. دائما فأقول وأكرر، الشرفاء كنرفع لهم قبعة التقدير والاحترام. إذا مشاهدينا ما بقى لناش بزاف نوصلوا المدينة خريبكة، ما بقى لي إلا نقول لكم تصبحوا على خير. شكرا لتتبعكم معنا، شكرا لتواصلكم معنا، شكرا لدعواتكم الزوينة، شكرا لكلامكم الطيب، شكرا لكل متتبعي قناة شوف تي في، خوتي وخواتاتي وعائلتي الثانية، الله يحفظكم من كل أذى ومن كل شر يا رب. الناس اللي توحشوا يمشوا عند الأمهات ديالهم ووليداتهم وبلادهم، نقول لكم الله يجمع الشمل، الله يجمع شملكم مع عائلاتكم ومع وليداتكم ومع بلادكم، والله يحفظكم من كل أذى ومن كل شر. الجالية توحشناكم، ولكن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى رحنا كنطلبوه وكنترجاو يرفع علينا هذا الوباء يا رب، ونشوفكم في بلادكم. فكما تنقولها دائما، الصيف بلا بكم راه داز ناقص، والله تداز ناقص، وخليتوا بلاصتكم، الله يرفع علينا هذا الوباء. تصبحوا على خير خوتي.